في مقابلة خاصة لمركز الأخبار بعد قرار مجلس الوزراء إرسال أكسجين ومساعدات طبية من مملكة البحرين إلى جمهورية الهند الصديقة لمواجهة تحدي جائحة كورونا، تقدم سعادة السيد بايوش سيرفاستافا سفير جمهورية الهند الصديقة لدى مملكة البحرين بخالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الوقفة الإنسانية غير المستغربة مع الهند، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات. First of all, convey my greetings and best wishes on the holy occasion of Eid to the people of Bahrain. أولا أبارك لشعب البحرين بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، وأبارك أيضا لفريق الحرس الملكي على النجاح الذي حققه في صعود قمة جبل إيفرست. كما نعلم أن مملكة البحرين لديها علاقات متجذرة مع جمهورية الهند، ولعل من أبرز أوجه التعاون بين مملكة البحرين والهند هو التعاون في مواجهة تفشي جائحة كورونا، وهو أكبر شاهد على روابط الصداقة بين البلدين من خلال تقديم الدعم وتوفير اللقاحات والأدوات الطبية والأكسجين وتبادل الخبرات وتسهيل إجراءات السفر في ظل الجائحة. إنها جائحة عالمية وهناك تعاون عالمي من أجل هزيمة فيروس كورونا. هناك الكثير من الدول واجهت تفشيا كبيرا للفيروس في الماضي، وبهذه المناسبة دعوني أوجه شكري لجلالة الملك ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للدعم والتكافل والمساعدة في توفير غاز الأكسجين والأدوات الطبية والدعم اللوجستي، إلى جانب الاهتمام بالجالية الهندية ورعايتها في البحرين في هذه الظروف والأوقات الصعبة.